ولهذا السبب احنا نعاتب بعض الاخوة في باقي المذاهب من السولف على اهل البيت يقول لك عليهم السلام رضوان الله عليهم نحبهم احنا اهل البيت، بس من نسولف وياهم انت شو تحب؟ يقول لك انا احبهم حالهم حال البقية. يقول يا ابا هذا مو حب، هذا قشر الحب. حب الحقيقي بولاية، سلم لمن سالمكم وحرب لمن والا انا احب واحد واحب اعدائه. شو حب ايش هذا؟ هذا حب اعمى، حب اعرج. الحب الحقيقي هو الذي يؤدي الى الولايه الحقيقيه. الولايه الحقيقيه، ولايه اهل البيت الحقيقيه وين تؤدي؟ تؤدي الى التوحيد، تؤدي الى معرفه الله، تؤدي الى الايمان بالله. ليش؟ نعرفهم حتى نحبهم. حبيناهم توالييناهم، تواليناهم ودونا لله، عرفنا الله ثم صدقنا به ثم وحدناه ثم أخلصنا له ثم نفينا الصفات عنه. فإذا نفينا الصفات عنه صرنا عبيد حقيقي.